في هذا الزمن لم يعد هنالك شيء مستغرب، ولكن المستغرب أنك لا تصدق ما يجري. كل واحد يدي يسوي له دولة، وكل واحد يدي يصير هو الحاكم، وكل واحد إلى قوانين الخاصة، وكل واحد يتصرف بالطريقة التي تحلو له. وهذا السبب هو غياب القوة الرادعة والقوة الحقيقية في أن تخضع هذا وأن تخضع ذاك إلى قوة القانون. والقانون يجب أن يكون مقدساً ويسري على الجميع، لأنه اللي نشوفه الآن في بعض الأحيان لا نغالي إذا قلنا ضرباً من الخيال. شنو مجلس إدارة الإدارة والذاتية في سنجار يعطل الدوام الرسمي ويغلق مؤسسات الدولة ويحاول أو يعتدي على القوات الأمنية العراقية؟ شنو حزب العمال يطب منا ويطلع منا؟ حزب العمال منظمة إرهابية، حزب العمال مشكل مسوي لنا مشاكل مع دول الأقليم ودول الجوار، جماعات قريبة وتعتبر من القوات الأمنية أو تعتبر من التصنيفات المعترف بها تتعامل مع حزب العمال. تركيا تجي الطب تقصف مناصرين لحزب العمال، حزب العمال يصدر بيان عن خلال من خلاله أو من خلال جهات ارتبطت به، تغلق دوائر الدولة والمواطن هناك ينفذ هذا الأمر. وين الدولة؟ ما معقول. احنا انا كل من يجي يقول لي انا مسؤول التنفيذ الاول وعندي قوات امنية كالقوات العراقية البطلة، واقول الحزب العمال باكر يطلع، هو اوجه هذول السواعد السمر على سنجار، اذا لقيت لي منهم جريذة ورا ثلاث ايام انا بالتلفزيون اخلي كل العراقيين يسبوني واخلي كل العراقيين يغلطون عليه، لأنه القضية مو عادة أنه حزب العمال الكردستاني والجهات المتعاونة مع حزب العمال والمنظمات الملحقة بحزب العمال توقف أمام جيش عراقي بطل هزم أكبر تنظيم 33 دولة أمريكا والجماعة كلها وياه، ها ما قدروا له. أنا يقف حزب العمال يتصرف بممتلكات الدولة ويتصرف بمؤسسات الدولة ويختطف قضاء، لأن هنالك خلافات سياسية وتقاطعات سياسية على هذا القضاء وعلى من يكون وعلى اتفاقات الدولة. أنتم تتقاطعون سياسيا، لكن عندما يصل الأمر على الأرض العراقية بغض النظر أي عراقي وبأية هوية موجود في سنجار، لا هذا خط أحمر، ولو أنتم كلكم خطوط حمراء، لأنه ما شفنا من عندكم فعل يسر الناظرين أو يشفي غليلنا على هذا السنين الصبر العجاف اللي احنا عشناه. شنو قضية السنجار من ذاك اليوم إلى اليوم أنه قضية السنجار ما تنحل؟ ليش حزب العمال والبككة أقوى من داعش؟ لو أقوى من القاعدة؟ لو أقوى من كل جرذان الأرض اللي التمت على هذا الوطن بلحظة تاريخية مصيرية لأبطال بالجيش العراقي؟ قالوا لهم يلا كش ملك، بس لكن ليش القرار متعطل؟ ليش متعطل؟ منو معطل القرار ولمصلحة من؟